بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفرة. معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5، مستنيين كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. النهارده وصفات او افكار لتتبيلات السلطات، علشان كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وكمان جاي في الصيف السنه دي، فدي مثلا يمكن عاشر حلقه اعملها على تتبيلات السلطات. لو جمعتوهم مع بعض كلهم هتلاقوا ان انتم كل يوم مع طبق السلطه هتحطوا تتبيله مختلفه وبتغيروا خالص، حتى لو نفس المكونات في طبق السلطه هتغيروا خالص من طعمها ومن فايدتها. علشان يبقى عندكم أفكار كتير. وكمان طبق السلطة في رمضان السنة دي ممكن يبقى فطار، زي ما احنا عملنا امبارح انه السلطة تبقى وجبة متكاملة. فهنحاول النهاردة نقدم لكم شوية أفكار لتتبيلات السلطات تكون ان شاء الله لطيفة وتعجبكم. وبتمنى طبعا تكونوا قاعدين في البيت وحاميين نفسكم وأهلكم، واحنا نجيلكم لحد عندكم علشان نسليكم وناخد كل إجراءاتنا الاحترازية، وانتوا كمان تدعوا لنا وربنا يحفظ الجميع يا رب. دريسنج او تتبيله الثوم بالشبت، عندنا عصير ليمون، عندنا زبادي، ساور كريم اللي هي كريم الحمضه، ممكن بدلها زبادي برضو او لبنه، مايونيز وثوم وشبت وملح وفلفل. الثوم هنا ممكن يبقى ني وممكن يبقى مسلوق او مشوي، بيفرق في الطعم من كل واحد من التاني، فانتوا هتنقوا الطعم اللي هيناسبكم. وكمان بيفرق انه الثوم لما بيبقى مستوي ما يتعبش المعدة، للناس اللي بتتعب من الثوم زي الثوم الني. طبعا الوصفات او الافكار سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، غير اني هحط كل المقادير في الكبة هضربهم وهيبقوا جاهزين. البرطمانات اللي هنشيل فيها الدريسنج او تتبيلات السلطات لازم تكون معقمة، يعني مغلية في مية لمدة دقيقتين او داخلة الفرن لمدة 5 دقايق، ولما اطلعها اسيبها على فوطة نظيفة لحد ما تنزل كل المية اللي فيها وتنشف تماما من غير اي تدخل مني، وإلا كده هكون بوظت التعقيم اللي انا عملته. وبعد كده بعبي التتبيلة، احط على وشها معلقة من الزيت واقفل، ولما اجي اقفل املى البرطمان قوي زي ما بنعمل في المخللات كده، علشان لما اجي اقفل ويطلع منه نقطتين لبره يبقى انا كده عملت له سيلينج، قفلت خالص، سحبت الهواء اللي جوه علشان يعيش معانا فترات اطول. الدريسنجز اللي احنا بنعملها في البيت زيها زي المربات، زي حاجات تانية كتير، زي صوصات، زي حاجات تانية كتير، ميزة وعيب. الميزة انه هي ما فيهاش مكسبات لون وطعم ورائحة ومواد حافظة، والعيب ان هي بتبوظ بسرعة، فلازم تتشال في التلاجة، ولو هعمل كميات اكبر يبقى تتشال في الفريزر. ولازم المعلقة اللي اجي اغرف بيها بعد كده الدريسنج تكون نظيفة ومش مبلولة، مش مطرح بقي ومش مطرح اي نوع من انواع الاكل تاني، وده برضو حفاظا على الحاجات انها تعيش فترة اطول. نقول بسم الله. يا ندى، ندى يا ندى، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا ندى، عامله ايه حبيبتي؟ منوره الشاشه يا حبيبتي، يعني كل سنه وانت طيبه. الله اكبر، بنتعلم من اكلك ومن لبسك، يعني بسم الله ما شاء الله. يا حبيبتي الله يخليكي، انتوا الاحسن، الله يخليكي. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا حبيبتي، يعني ويرجعك لبيتك بالسلامه. الله يخليكي، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. اللهم امين، احنا وكل الناس، وكل الناس اللي بتضطر تنزل شغلها يا رب. انا بس حبيت اسمع صوتك بقى. حبيبتي يا ندى، ربنا يسعدك يا حبيبتي، ميرسي جدا وميرسي اني سمعت صوتك يا ندى. هنحط بقى هنا المايونيز والكريمه الحامضه والساور الزبادي مع الشبت والثوم، حطيت ملح كمان، وندى معانا على التليفون، هضربهم في الكبه. اللي حابب ان الشبت يتفرم بالايد والثوم يتفرم بالايد فيبقوا قطع جوه الدريسنج، ما عنديش طبعا اي مانع خالص. اللي حابب ان هو يخليهم ناعمين خالص مع بعض فيضربهم في الكبه برضو ما عنديش اي مانع، يعني كل واحد طبعا حسب ذوقه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده احنا ضربناه. طبعا برضو الطعم حسب الذوق، يعني حد بيحب التوم زياده شويه، حد تاني يحب الشبت اعلى شويه، يعني دي اذواق. الملح اكتر سنه، يعني طبعا ايه الحاجات البسيطه دي بتاعه الذوق الشخصي، ما فيهاش مشكله ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. دايما بفكركم انكم طول ما انتم قاعدين في البيت ارجوكم انتم الاولاد تغسلوا ايديكم ووشكم كويس جدا بالميه الدافيه والصابون لمده 30 ثانيه بالطريقه الصحيحه. خلوا بالكم، ودايما بقول ان استخدام الجلوفز لا يغني عن يا اما تغييره يا اما غسل ايدينا. وخلوا دايما الجلوفز للبره، الاماكن اللي انتوا مش هتقدروا تغسلوا ايديكوا فيها، لكن البيت نغسل ايدينا احسن. والحاجه الثانيه اللي دايما باكد عليها انه ارجوكم ما تستخدموش الكحول في قريب من النار، او تحطوا كحول على ايديكم وتقوموا داخلين محمرين حاجه او كده، لان ده ماده قابله للاشتعال ولا قدر الله ممكن يسبب حوادث كتير. فخلوا بالكم، ربنا يحفظكم جميعا. نحط بقى هنا الدريسنج او تتبيله السلطه الاولى اللي هي بالثوم والشبت. شايفين البرطمانات دي لطيفة جدا جدا ان احنا نستخدمها، حجمها كمان لطيف قوي، وفي منها بقى الاحجام الاكبر والاكبر والاكبر، ونشيلهم في التلاجة. نعم يا استاذ فهمي. يا مشيرة. الو مدام مشيرة، اهلا وسهلا. اهلا يا اميرة، اهلا بحضرتك. ازيك الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حقيقة الواحد مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه بجد. ده شغلي ما لا شكر على واجب، اشكرك على ذوقك وعلى تشجيعك وعلى كل حاجه. ميرسي لذوق حضرتك. وانتي طيبه. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. ربنا يخليكي. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. انا عندي عرق لحمه جاي مش متربط. فانا مش عارفه ازاي الواحد يعمله من غير، يعني لو يعمله عادي كعرق يتقطع ازاي؟ عشان يعني حضرتك عايزه تعمليه، هو استخدمه. هو ده عرق فليتو ولا تربيانكو؟ يعني هتعمليه فليتو؟ ايوه. حاضر، عينيا عينيا، حاضر. طيب في ناس كتير بعتت لي سالتني عن رمضان، فاحنا ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمره وربنا قدرنا وبلغنا رمضان باذن الله، احنا معاكم زي كل سنه ان شاء الله 30 يوم من غير ولا يوم اجازه معاكم على الهواء انا وكل زمايلي واساتذتي. فعلشان بس ايه، انا جالي اسئله كتير جدا جدا، ان شاء الله باذن الله هنكون معاكم، ما تقلقوش باذن الله. يا نعم، عندي انا في البيت اسمه برطمان. عندكم انتوا في البيت بقى، تعالى نشوفها دي في الفصل عشان ايه. تعالوا، الله، بعتوا جابوا لنا حاجات من من البقاله. طيب نفضي بقى المشتريات ونرجع بعد الفاصل، لسه عندنا دريسنجز كتير، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب احنا عملنا الدريسنج اللي بالثوم والشبت. خلوا بالكم دريسنج الثوم والشبت ده بيبقى لطيف جدا كمان جدا جدا مع الاسماك. هنعمل بقى دلوقتي دريسنج او تتبيله سلطات بالزعتر والحمضيات. حلو وزي ما بنقول كده ريفرشنج، يعني منعش، حلو جدا جدا للسلطات الصيفيه. لو هتحطوا كمان انتوا وانتوا بتعملوا السلطه نفسها شرايح من الحمضيات اللي هي البرتقال والليمون وكده، بتبقى لطيفه جدا جدا الدريسنج دي او التتبيله دي. هنعمل تلت كوبايه من عصير البرتقال بدون سكر، وطبعا يفضل يكون فريش، البرتقال موجود في الصيف وفي الشتاء. عصير نص ليمونة أو عصير ليمونة لو الليمون صغير قوي أو ما فيهوش مية كتير. معلقة صغيرة بشر برتقان، ما تاخدوش الأبيض اللي تحت البرتقاني عشان ما تمررش معاكم. معلقة كبيرة زعتر فريش مفروم، معلقة صغيرة مستردة، معلقة صغيرة عسل أبيض، ثلاث فصوص ثوم مفرومين، معلقة يعني او ملح وفلفل طبعا حسب الرغبه، وتلتين كوبايه من الزيت. ده تتبيله تتحط على اي سلطه انت عاملها في البيت، عامل طبق سلطه وتقوم واخد عليه معلقتين من التتبيله دي ومقلب كله مع بعضه، بقى عندك تتبيله سلطه خطيره.
على سبيل ايه؟ التغيير. امال لا، امال طبعا. يلا ادي الثوم، الزعتر، عصير الليمون، العسل الابيض، المستردة، بشر البرتقال، عصير برتقال. هنضرب بس دول الأول. لو عندي مكان مفتوح في الكبة كنت هنزل الزيت سرسوب كده والكبه شغاله، بما اني ما عنديش فهعمل ايه؟ هحط شويه واقفل واشغل واحط شويه واقفل واشغل وهكذا عشان امزج الزيت مع بقيه التتبيله كويس. طب انت بتزعق ليه؟ يا ندى خضتني. ايوه يا ندى. ايوه ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. امور يا ندى. انا لله. اموري يا حبيبتي، عايز تسالي على ايه؟ حضرتك سامعاك؟ حضرتك شيف؟ انا مش سامع ندى، معلش تاخدوا التليفون طيب جوه تسالوا السؤال ايه؟ معلش يا ندى كلميني تاني لان صوتك مش واضح عندنا. حطينا كده الزيت اهو بالتدريج. في كبة، على ايديكم بمضرب يدوي، في الخلاط، يعني عشان الناس اللي ما عندهاش يعني ايه لازم نعرف نتصرف. المهم ان احنا نوصل، بصوا للقوام واللون. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي هنا، ريحة فريش جدا جدا، والفكرة لطيفة قوي، والطعم بيبقى حلو جدا. وتغيير بقول لكم، لو انتوا عاملين نفس طبق السلطه كل يوم بنفس المقادير، التتبيله هتخليكم تحسوا انكم بتاكلوا طبق سلطه جديد ومختلف كل يوم. خلوا بالكم ان في بعض التتبيلات تنفع كمان تتبيلات شوي، يعني التتبيله دي انا لو تبلت بيها فراخ وشويتها هتبقى تحفه. يا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم معاكي. اتفضلي. اتفضلي يا مريم، انا سامعاكي. حاضر. الفراخ المقرمشه بعد اذنكم. ناخد هنا كده اهو، بس اي حاجه تعرفنا هو ده ايه. طبعا انتوا في البيت هتكتبوا على البرطمانات بقى، بنجيب النيم تاج بتاع الولاد اللي هم ايام ما كانوا بيروحوا المدرسه ايام ما كان عندي نظر، ونحط النيم تاج بالتاريخ على التتبيلات اهو. نودي هناك يا مدام يسر. حبيبتي أمورة. حبيبتي يا مدام يسر، كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك يا حبيبي طيبة وبالصحة والسلامة يا رب، وماما والولاد وكلكم بخير يا رب. حبيبتي الله يحفظك انت وكل حبايبك. الله يخليك يا حبيبتي. انت النهارده بقى بصراحه اصبتي الهدف لتاني مره معايا. شفتي بقى مدام يسر؟ والله هتخليني اكل، يعني ربنا يخليك يا رب، هاكل سلطات بقى. شفتي بقى وانت يعني هو طبق السلطه الممل ده بس هتغيريه وهيطلع حلو جدا، ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم ايدك حبيبتي يا مدام يوسف. الف هنا يا حبيبتي. الف هنا. تسلمي يا حبيبتي، نورتيني، وكل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى دودو وعلى كل حبايبك يا رب. تاني دريسنج او تالت دريسنج النهارده هيكون الدريسنج او التتبيله اللي بالخل البلسمك. والخل البلسمك انا بتسال عليه كتير جدا جدا، استخداماته ايه؟ استخدمه في السلطه، حلو جدا جدا. استخدمه في الاطباق اللي فيها لحمه او فراخ بديل للخل الابيض بتاعنا، طعمه حلو جدا، بس خلوا بالكم ان طعمه حاد قوي. استخدمه في تتبيلات اللحوم اللي هتتشوي، بيدي طعم حلو جدا. بس دايما الخل البلسمك زي ما بقول لكم يعني نستخدمه بحذر عشان طعمه قوي جدا. وكمان لو
وصفه بتتطلب خل بلسمك كتير، احط قدامها شويه سكر او عسل ابيض عشان اعادل الطعم القوي ده. دريسنج الخل البلسمك او تتبيله الخل البلسمك، هنستخدم 1.75 كوباية من زيت الزيتون، برده هنزلها بالتدريج، او لو الكبه مفتوحه هنزلها سرسوب كده والكبه شغاله. كوبايه خل بلسمي، ثوم وبقدونس مجفف، ممكن طبعا يبقى فريش، ريحان، بصل مفروم، وملح. عندي حاجتين مجففين، اختبار. والحاجتين واحد، هما الاتنين بقدونس. لا ما يعني معلش، ما انا برضو عايز اعرف هما بيختبروني ولا قصدهم ايه. لن بتختبروني، طلعوا الاتنين بقدونس. اتفضلي. اطلع شاطره شاطره، قالت لي شاطره. خلاص انا اكتست الاختبار يا ولاد. ادي البصل، دايما دايما البصل على طول، ملح وفلفل عشان ايه نضمن الموقف. شويه بقدونس مفرومين، ثوم تاني، الثوم ممكن يبقى مسلوق او مشوي لو حد بيتعب منه، ريحان، خل بلسمي، وبعدين اضرب، وبعدين هبتدي انزل الايه الزيت الزيتون بالتدريج. طيب اللي ما عندوش زيت زيتون او ما بيحبوش هيستخدم زيت ذره، مفيش مشكله خالص. يا شاري. ايوه. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. امور يا شاري. كنت عايزه اعرف السنابون الصيامي تعمل ازاي. الايه الصيامي؟ السنابون الصيامي. حاضر عينيا. السنابون الصيامي او السينمون رولز، في زبده، استخدموا زبده نباتي نقطه بس، سائل ميه، الدقيق طبعا والخميره والكلام ده كله زي ما احنا، وهنستبدل الزبده بزبده نباتي واستخدموه، هيطلع حلو جدا، والزبده النباتي فيه بتطلع احلى واحلى كمان، ما تقلقوش خالص. بيطلع حلو قوي. بما ان الناس قاعده في البيت الفتره دي، فطبعا الاقبال على المعجنات والكيكات تاريخي، والناس اللي عمرها ما دخلت مطبخ بدات تخش، ودي حاجه طبعا طبعا يعني احنا سعداء بيها جدا الحقيقه. مين من اللي بيدخل؟ انت تدخل ليه انت؟ انت تدخل ليه؟ انتوا الزهق ده طالع علينا. المهم بقى ايه، بقول لكم كل ده ليه؟ علشان عايزه لما نرجع من الفصل ان شاء الله اقول لكم شويه تفاصيل واسئله كده هوت عن المعجنات والكيك جولي، فبالمره كده ندردش فيهم، بس بعد ما ناخد ملك ونطلع فصل ونرجع اقول لكم بقى التفاصيل اللي انا عايزاها. يا ملك. ملوكه. ملك. الو. ايوه يا ملك. ازيك يا سيس؟ انت ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. امور يا ملك. ما عارفه طريقه البيتزا بالجمبري. طريقه الايه؟ البيتزا بالجمبري. حاضر عينيا. طريقه البيتزا بالجمبري يا حبايبي لو سمحتوا الملك. هنحط على وشهم هنا الريحان، هنطلع فاصل، هنرجع نكمل مع بعض تتبيلات السلطات ونكمل مع بعض موضوع المعجنات والكيك. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب تعالوا بقى هنعمل، انا من عشاق الرانش صوص والرانش دريسنج، ويعني سكة الرانش دي، البيتزا بالرانش بحبه جدا جدا، وبحس ان هو فعلا بيضفي طعم حلو جدا سواء على الفراخ او على السلطة او على الاسماك. وناس كتير جدا جربت، لانه احنا الرانش صوص مش من الحاجات اللي يعني متداولة قوي عندنا في مصر، ولما جربوها على السلطة ما ندموش الحقيقة، وبقت يعني وصفة رئيسية عندهم في البيت. دلوقتي بقى هنعمل كمان
يعني ايه تويست كده على الرانش صوص عشان نخليه دريسنج بالافوكادو. عندنا تلتين كوباية من اللبن الرايب، وسألت على حكاية تلتين دي اكتر من مرة. اي كوباية عندكم قسموها تلاتة، تلت تلتين تلت تلات. فأي كوباية اي كوباية اي حجم تتقسم على تلاتة، وبعدين تاخدوا منها التلتين وتسيبوا التلت، ماشي؟ عشان في ناس كتير من البنات الصغيرين ما يعرفوش حكايه التلتين دي. وفي ماجرين كابس بيبقى مكتوب عليها تلت وتلتين وكده. المهم تلتين كوبايه من اللبن الرايب، توم، ريحان، عسل ابيض، بقدونس، شبت، روزماري، بصل، بصل اخضر، افوكادو، ملح وفلفل. انا بحاول ادخل دايما الافوكادو في حاجات بطريقه غير مباشره، اولا عشان ناخد فايدته وناخد قوامه، وفي نفس الوقت ما يبقاش بطريقه مباشره لان مش كل الناس بتحبه. هاخد معايا الملح والفلفل من هنا بقى طالما انا جيت، وهاخد المعلقه وهاجي هنا اقول بسم الله. بصل، ثوم، بصل اخضر، روزماري، شبت، ريحان، بقدونس، عسل ابيض، ملح، فلفل اسود، افوكادو. يا ملك، ملوكة، الو، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ احط بقى اللبن الرايب وابتدي اشغل الايه الكبة. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. امور يا حبيبتي، عايز تسألي على ايه؟ بحبك قوي حبيبتي. انا كمان بحبك قوي، تسلميلي. نوقف ونبص كده. اه كده القوام مظبوط قوي. نعم. ما انا بقول لك انت ايه اللي بيدخلك المطبخ مش مصدقني. ما هو الفضاء وحش فعلا. يعني عايزه اقول لك ان كل الستات كانت متضرره من القهوه. بعدين لما حصل اللي حصل بقينا يعني يا رب القهوه تفتح يا رب. محدش عارف الخير فين. اه ايوه خلاص بقى، ما نشاط نشاط اجتماعي هو. اه الحمد لله. اللهم الاعتراض. اه اللهم الاعتراض، الحمد لله. هنعمل ايه؟ قضى ربنا. عايزه اخد بس من هنا شريحتين عشان احطهم على وش الدريسنج كده كنوع من انواع الايه الجارنش. يا مدام ماجده، ازاي حضرتك يا مدام اميره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا حبيبتي. الله يخليكي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اسال على طريقه الفراخ المقرمشه، ازاي بنقدر نسويها في الحله البريستو؟ حاضر عينيا. وطريقه الرز البسمتي، انت عايزاها مقليه؟ اه. طب ليه عايزه تعمليها في البريستو؟ بس ليه يعني ازاي اسويها في، ولا انت قصدك حله القلي؟ لا البريستو. حاضر. ايه ايه تاني؟ ايه السؤال التاني غير الفراخ المقرمشه؟ اه الرز البسمتي. اه ايه الاصفر ولا ابيض؟ الاصفر. حاضر عينيا عينيا. طب نروح هناك الاول بالدريسنج الجميل ده. لسه عندي واحد كمان وبرده بالافوكادو ولطيف جدا وهيعجبكم قوي ان شاء الله. اللي احنا عملناه ده كان افوكادو رانش، واللي جاي ده هيبقى افوكادو بالكزبره. برضو هناخد الفايده والقوام بتاع الافوكادو، وفي نفس الوقت هناخده بطريقه غير مباشره زي ما قلت لكم مش كل الناس
ليها فيها قوي يعني مش بتحبه قوي. المقادير، المقادير نص حبه افوكادو هتسلى فيها انا دلوقتي وانتوا بتنزلوا المقادير. وعايزه دايما اقول واكد انه الافوكادو كل ما يكون مستوي كل ما قوامه بيبقى كريمي اكتر، طعمه بيبقى احلى. فنحاول لو احنا جبناه، احنا طبعا ما بنلحقش، احنا بنجيب الحاجه ولازم نستخدمها حالا، لكن انا في البيت لو جبتها ولقيتها مش طريه، لقيتها ناشفه، بلفها في ورق واحطها مش في التلاجة، احطها في مكان دافي في المطبخ يومين وهتلاقوها طريت وبقت جميلة. طيب المهم، افوكادو بالكزبرة. يلا يا مارينا. الو، ازيك يا مارينا؟ الحمد لله. كل سنة وانتي طيبة. انا عايز اعرف طريقة النجرسكو. حاضر، عينيا. نزلوا لنا طريقة النجرسكو وطريقة البيتزا لو سمحتوا. وحضرتك طيبة حبيبتي، تسلميلي. حاضر، عينيا. نص حبه افوكادو، ربع كوبايه زبادي، نص كوبايه ميه، ده لو احتاجنا دايما السائل، واحده واحده. كزبره مفرومه كوبايه، ثوم مفروم، ملح وعصير ليمون، وبرده نفس الطريقه كله في الكبه. في ناس بتتساقط هنا يا جماعه. لا لسه مكملين، احنا لسه بعد الهوا عندنا شغل. ما انا هنموت من دلوقتي، مش هينفع ابدا. افوكادو يا مدام ناديه. ربنا يسعدك يا ميرو. حبيبتي يا مدام ناديه، ربنا يسعدك يا ميرو، وربنا يسعدك ويرضيكي بجد، زي ما انت يعني بتسلينا كتير بجمالك حبيبتي وبخفة دمك الجميلة حبيبتي يا مدام مع كل زملائك كده، يعني الحلقة الواحد ما يزهقش منها. ربنا والله ربنا يخليك، احنا بنحاول يعني عايزك تقعدي كمان ساعتين معانا كمان حبيبتي. الله يسعدك، ما يكفيش ساعة يا ميرو حبيبتي. الله يسعدك يا مدام ناديه، تسلم ايدك كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، ومعلوماتك والتعليمات اللي بتقوليها كلها يسلم ذوقك. الواحد بيستفاد بجد منك كتير، بيستفاد مهنيا وذوقيا. الله يسعدك. وازاي يعرف يتعامل في الحياه يعني انت مدرسه كتر خيرك يعني يا مدام ناديه، يا اما المدرسه كامله على بعضيها. الله يسعدك يا مدام ناديه، ده كتير عليا والله. الله يخليك يا رب. تحياتي لكل الكاست وكل هم كمان بيسلموا عليكي، وكل سنه وحضرتك طيبه وبالصحه ربنا والسلامه. ربنا ما يحرمنا من وقفتك ابدا حبيبتي، ولا يحرمني منكم ابدا يا رب. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه. شكرا يا مدام ناديه، انتوا بتدوني اكتر من حقي وانا بشكركم جدا، ربنا يخليكم يا رب. نضرب بقى هنا. طبعا احنا بنحاول يعني ايه نخفف طبعا عنكم القعده في البيت والجو المتوتر والاسترس، بنحاول كده يعني سواء في البرنامج هنا او سفره بصفه عامه، نبقى يعني الجزء الايه الخفيف كده من اليوم، بعيدا عن ستريس البيت وستريس الاخبار وستريس الولاد. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخفف عنكم. معاكم البيتزا على الشاشه، نحط بس هذا الاختراع. عايزه ازود له شويه ميه، غيرت رايي فجاه. ان جريسكو كمان معاكم على الشاشه، لا مش هيهمني، جاهزه بكل الخطط لا تقلقوا. عايزه ازود سنه ميه، حاسه تقيل شويه، وعندي هنا ميه الحقيقه، فشويه ميه كده عشان ايه ما يبقاش تقيل قوي. خلوا بالكم كمان لما بيبقى سائل شويه، احنا كده ادينا له مقدار الميه اللي احنا كنا مجهزينه له، بيغلف السلطه اكتر، والسلطه لما تكون ناشفه بتتغلف بالدريسنج اكتر، لانه هي لو مبلوله الدريسنج بيقع من عليها. نفس فكره بالظبط المكرونه اللي عليها زيت، فاجي احط الصوص يقع من عليها، عشان كده ما بنحبش نحط زيت في السلق بتاع المكرونه. نفس فكره السلطه بالظبط، السلطه لو مبلوله عليها ميه الدريسنج يقع من عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه هنا. وهحط عليه افوكادو وكزبره علشان ايه نبقى احنا برضو مميزين كل نوع عن التاني. نطلع بقى فاصل، اغسل ايدي وانضف المكان عندي واظبط الدنيا، لسه عندنا دريسنج هنعمله ونراجع كل اللي عملناه، بس ده بعد ما ترجعوا من الفاصل، استنونا.
بيكوا بعد الفاصل. طيب طبعا احنا دايما في الفواصل نبتدي نتكلم بقى عن الابحاث والولاد اللي قاعدين في البيت والمذاكره. يا رب. دلوقتي هنعمل الدريسنج الفرنساوي او الفرنش دريسنج او تتبيله السلطه على الطريقه الفرنسيه. نص كوبايه من المايونيز، نص كوبايه من الكاتشب، ربع كوبايه من الخل الابيض العادي بتاعنا، نص كوبايه من السكر، ويكون حبيبات وناعمه، مش بودره لكن حبيبات وناعمه. يعني لو اللي عندي خشن ممكن اضربه ضربه الاول في الكبه لوحده وبعدين اكمل بقيه المكونات عليه علشان ما يعمليش حبيبات كبيره جوه الدريسنج ويبقى بيقرمش، مش هيبقى حلو خالص. تلت كوبايه من البصل المفروم، معلقه صغيره من الثوم المفروم، ملح وفلفل، بابريكا وزيت. عايزه اقول نقطتين. النقطه الاولى، دايما بيجي لي اسئله ما بين البصل الابيض او الاصفر وما بين البصل الاحمر. دايما البصل الاحمر للدريسنجز وللحاجات للسلطات وللحاجات البارد لطيف جدا عشان تذكرته عاليه. البصل الابيض للتسويه وكده لانه تذكرته مش عاليه ونفسه طويل على النار، فده الفرق بين الاثنين. المعجنات بقى والعيش عشان والكيك علشان ما انساش اتكلم فيهم. المعجنات دايما الناس تشتكي يا اما من التخمير بتاع الخميرة. طيب احنا قلنا بنختبر الخميرة مع السكر مع المية الدافية نص ساعة، خمرت يبقى الخميرة شغالة، ما خمرتش يبقى نغير الخميرة على طول عشان ما نعجنش وبعدين العجينة كلها ايه تتكل على الله، فده يبقى تهدير جامد قوي. طيب ازاي اعرف انها اختمرت؟ بتعمل فقاعات من الهواء على وش العلبه او الكوبايه اللي انا بخمر فيها مع السكر والميه. كويس كويس. الحاجه الثانيه، المعجنات لازم على نار عاليه في الفرن، واول ما تطلع تتغطى، وبعد ما تهدى بتتغطى الاول بفوطه مطبخ، وبعد ما تهدى بتتكيس كويس، يا اما في كيس يا اما في علبه محكمه الغلق. يا مينا يا دينا، معلش عندنا دي يا دينا. الو دينا ازيك؟ الو دينا ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اموري ايه الاخبار؟ انا بحب حضرتك جدا والله. حبيبتي تسلمي لي، ربنا يخليكي، اموري يا دينا. كنت بس عايزه اعرف طريقه السينابون. حاضر عينيا. ففهمتوا قصدي ازاي؟ طيب ده بالنسبه للمعجنات او العيش. بالنسبه للكيك فلازم زي ما دايما بقول ما نفتحش عليه قبل مرور 25 دقيقه. لما نفتح باب الفرن ما نسيبوش كتير قوي، فكل الهواء السخن يخرج فالكيكة تهبط. وكمان تخلوا بالكوا انه الفرن يكون بحقق درجة الحرارة، يعني انا فتحاه على درجة حرارة 180 مش اعلى ومش اقل لمدة ربع ساعة. وبعد كده لما تخلص الكيكة 10 دقايق بطفي الفرن والكيكة جوه والباب مقفول، اوارب باب الفرن واحسب 10 دقايق تانيين، اطلع على سطح مش ساقع واغطي فوطه مطبخ نظيفه ومش مبلوله ربع ساعه كمان، بعد كده ابتدي اتعامل مع الكيكه علشان الحاجه ما تبص منكم. ودايما لما نيجي نجرب لحد ما نتقن الحاجه ارجوكوا تجربوا في ربع مقدار، في نص مقدار، مش في مقدار كامل عشان ما تهدروش كتير حرام. عملنا التتبيله الفرنسي او الفرنش دريسنج، تتبيله السلطه على الطريقه الفرنسيه، وعملنا الافوكادو بالكزبره والافوكادو باللبن الرايب. لا دي بابريكا. هو انا اعملها واحط قرفه عادي؟ بس لا دي بابريكا والله.
عملنا كمان التتبيله بتاعت الخل البلسمك، عملنا التتبيله بتاعت البرتقال منعشه جدا، عملنا تتبيله الثوم والشبت، عملنا ست تتبيلات او ست دريسنج للسلطات علشان خاطر يبقى عندكم تشكيله متنوعه منهم تقدروا تستغلوهم في رمضان او في غير رمضان. ان شاء الله تعجبكم الوصفات والافكار بتاعه النهارده، واتمنى انكم تجربوهم، واكيد بتمنى انكم تتابعونا يوميا من 4 ل 5 على الهواء، والاعاده الساعه 10:30 بالليل. استنونا.